حضراتكم لخبر تاني، والحقيقة خبر متعلق بفكرة إن رموز ونجوم الرياضة، يعني غير النجومية اللي داخل الملاعب سواء وهم لسه لاعبين أو بعد حتى الاعتزال، أو النجومية في المجتمع اللي هم عايشين فيه. كل نجم من نجوم الرياضة لازم يبقى له دور مجتمعي، طالما أن الناس كلها بتتعامل معاه على اعتبار أنه هو أيقونة يبقى يكمل جميله ونشوف له دور مجتمعي. والحقيقة دي حاجة، النوع ده من التصرفات بيدي امل وبيدي طاقه نور. الرياضه فيها نماذج كتيره جدا الحقيقه بتدينا كلنا طاقه نور. تبرع اسطوره كره القدم الارجنتيني مارادونا بنسخه من القميص اللي ارتداه في مونديال المكسيك سنه 86، واللي طبعا توجد بيه الارجنتين، اتبرع بيه لحمله اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم ولمساعده المتضررين من فيروس كورونا المستجد. الاتحاد كان اطلق مطلع الشهر الجاري الحمله تحت اسم معا من اجل امريكا الجنوبيه، وطبعا دي الحمله اللي بتحظى باهتمام كبير ومشاركه من الصليب الاحمر، وبتهدف لجمع تبرعات واقامه مزادات لاغراض رمزيه في عالم كره القدم، زي مثلا نسخ من كؤوس بطولات مختلفه، ملابس خاصه بنجوم من نجوم من اللاعبين والمميزين منهم بصفه خاصه. طبعا الكلام ده بيحصل ليه؟ بيحصل من اجل مساعده الناس الموجودين وعايشين في اكثر المناطق تضررا في امريكا الجنوبيه طبعا من جراء جائحه كورونا. بالاضافه الى القميص اللي كان اتبرع بيه مارادونا، اتبرع كمان بشاره القائد اللي ابتداها في مونديال سنه 1986، واشار الاتحاد الى ان مارادونا تحدى رئيس الارجنتين ليساعد الصليب الاحمر ضمن اكبر مبادره تضامنيه في المنطقه. كلام جميل والله. ايه رايك؟ عاده الحاجات دي بتتباع بارقام يعني فلكيه، ففكره التبرع هنا برضو ده يعتبر يعني لمسه كويسه جدا. اكيد. نروح بعد كده